نحن الشركة المنفذة لمشروع صيانة وتطوير مركز شرطة جادو، شركة رياض جبل للمقاولات. استلمنا هذا المشروع من مدة 7 أشهر وبدأنا في تنفيذ المشروع، والصيانة استغرقت هذه الفترة، وكمية صيانة المبنى بالكامل من لياسة وطلاء وتجهيز وجميع الإمكانيات. نسبة الإنجاز حاليا بهذا اليوم تعتبر نسبة الإنجاز 100%. والله إحنا درنا جهدنا على قد ما نقدر، وقمنا بتركيب المكيفات بالكامل والإنارة، والإسطوانات الحريق موجودة بالداخل، غدا ممكن نشرع في تركيبها في الأماكن المخصصة من قبل رجال المطافي، وكذلك تركيب منظومة كاميرات بالكامل موجودة قدامكم، طبعا المبنى كل مجهز بالكاميرات، ونحن على استعداد لتنفيذ أي ملاحظات يطلبها من المهندسون. بخصوص المركز النموذجي، مركز النموذجيات هم 3 على مستوى ليبيا، واخذنا منهم اعطونا منهم 1 لمنطقة جادو كمديرية أمن جادو، ومدة العقد تقريبا دايرين تقريبا بادئين فيه في شهر 3 قبل ما 4/4 دي الحرب نتاع 4/4، والمقاول حق الشركه اللي بدسمها اشتغلت فيه وما وقفتش، وكان الانجاز نتاعها وصل لي 100%، وبدينا في الاجراءات نتاع التسليم. والمركز هذا محروق، هو يعتبر من 2011، يعتبر من الحاجات اللي حرقوها في ثوره 17 فبراير، وصيانته كانت 100%، وتو بادين في التجهيز نتاع اللتات، وان شاء الله يكون الافتتاح، وان شاء الله تكون ليبيا المراكز كلها مراكز نموذجيه، ونخدم ونستمروا في الخدمه هذه نتاع المراكز، والحكومه الوفاق هي اللي باشرت في الامور هذه. وحنا الحكومه الوفاق تبني وليس تدمر. التدمير جاي من الشرق، من الحكومه المؤقته، يدمروا في المراكز في جهه عين زارة وجهه وادي الربيع كانت مراكز، وجهه قصر بن الشير. وحنا حكومه الوفاق، والشكر لوزاره الداخليه في الانجازات اللي بدينا او على الواقع في التجهيز والسيارات والاطلاع السيارات والتجهيز مراكز والبحث الجنائي، بدينا في المناطق شبه 70% بدينا كويس. عندنا وعود من وزاره الداخليه من السيد الوزير، حنبدو في المراكز كلها بالكامل، مراكز صيانتها والجميع الاقسام، وبادين في خطوات الاول. الخطه الامنيه تفعيل بوابات على مستوى ليبيا، وبادين في تفعيل البوابات، بادين في نزع الجزاز المعتم، اللوحات المعدنية، السيارات من غير لوحات معدنية، السيارات اللي مش مغطية هذه نتاع سيارة الشرشور والقزة والواحد هذه نسمع من غير الغطاء، بادين في حصر الأجانب، بادين في خطوات تعتبر 70% بادين فيها كويسة. كانت احنا عندنا مشكلة نتاع رجبان والرحيبات، لكن بدت ما نبوش نضموا، لكن توا بدت كويسة 70% بنضموا هنا، هذه واحدة من الحاجات اللي بدينا فيها كويسة، وحنا نصرفوا المرتبات نتاعهم من الشهر الجاي، والامور شبه 70% بالنسبه للمديريات تجاوبت معنا، اللي كانت ما انضمتش بدات تتجاوب معنا. بدينا احنا طبعا من فتره بدات صيانه المراكز، وبدات حكومه الوفاق من بدايه حكومه الوفاق بدينا تفعيل الشرطه وليس الميليشيات، تفعيل الشرطه بقوه، هذا اللي طلع به السيد الوزير، تفعيل الشرطه بقوه.